ايضا معنا عبر الهاتف من باريس الفنانه السوريه لويز عبد الكريم. استاذه لويز، مساء الخير، اهلا بك معنا اليوم. ودعتي وودعنا معك الفنانه فدوى سليمان التي تمثل لك اكثر من كونها فنانه، اكثر من مماضله سوريه، اكثر من ذلك بكثير. يعني ماذا تقولين في هذا اليوم؟ تفضلي. يعني بيقول اليوم كثير قاسي كان من الصبح لما سمعت الخبر. كل ذكرياتي مع فدوى بالشام، تحديدا ببداية الثورة السورية، يعني هو هذا الشيء اللي عم يحرقني الحقيقة، انه كل اللحظات براسي هي تحريض على انه نطلع مظاهره، ان كان بالشارع الحمراء، ان كان وقت اللي عملنا الوقفه من بنات سوري، بنات من الساحل، وقت اللي عملنا ببيت احدى الصديقات وخبينا وجوهنا لانه خايفين من النظام، وقت اللي شفتها باحد الشوارع الرئيسيه بدمشق وهي عم بتصرخ بدي حريه، وانا عم اهديها عم اقول لها فدوى خلص لا تجني، ما بصير تعملي هيك بنص الشارع. قالت لي ما في الحريه، حريه بدي صرخ فيها وين ما كان. انا كل الوقت الحقيقه من الصبح لهلا عم بتذكر هي اللحظات اللي بيني وبينها. فدوى مو عملت مسلسل امل، فدوى هي كانت امل الحقيقه لآخر لحظة، وهي عم ترفض مو بس السلاح والتطرف، يعني كل الوقت رافضة تحكي عنهم، يعني كل الوقت هي بدها تحكي الحب 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 السلام الحب. هذا مو شيء جديد عليها. أنا بتذكر من قبل من سنوات عديدة كثير بجلساتنا اللي كنا قاعدة، كان في عندها فلسفة خاصة للحياة وللحب، دايما تقعد هيك بجلسات صفن مع الذات مع الخلاص، خلاص الروحي. أنا الحقيقة مو نعم. إنه شهادة مجروحة فيها، أنا بدي أقول العزة طبعا لأهل المقربين ولإلي ولكل رفقاتها وأصدقائها يلي كانوا يعرفوها بيوم الشهر. نعم. طيب سيدة لويز، الراحلة فدوى سليمان، أمل بنت الحرية، المسلسل الذي أنتجناه في التلفزيون الآن والذي عرض على الشاشة الآن، عرض نضال أمل، عرض نضال فدوى سليمان. فدوى رمز الأمل، رمز الإيجابية التي أخرجت الثورة السورية إلى العلن، التي أثبتت بأن الثورة السورية ليست طائفية. حدثينا كيف حملت هذا الأمل إلى أن أصبحت فدوى سليمان رمز الأمل؟ يعني بفرنسا كانت تروح دائما على مدن صغيره او كبيره، يعني تعمل نشاطات، قراءات مسرحيه، قراءات شعريه، لتقول انا امراه سوريه، انا مع الحب، انا مع السلام، انا مع الحريه، انا بدي ديمقراطيه، حقي الطبيعي كامراه سوريه اني انعم بهذا الشيء ببلدي مثل ما انتم هون عم تنعموا بهذا الشيء. هي كانت رسالتها حاملتها وين ما كان. آخر مرة التقيت فيها كان السنة الماضية الحقيقة قدام محكمة الجنايات الدولية بهولندا، كانت بنفس العنفوان يلي كان بلشت فيه بداية الثورة، يعني نفسه ما تغير، ما نقص ولا ثانية، بلا مكتئبة، كلنا مكتئبين، السبب هو هاي الغربة القاتلة وإحساس العجز الفظيع يلي إنه أنت ما فيك تعملي شيء لأهل بلدك وهن عم بيموتوا بهذا الكم وأنت بس عم تتفرجي. بس طبعا هي ما كانت بس عم تتفرج، هي كانت عم بتحاول دائما تعمل هي الانشطه. نعم. سلام لروحها والعزاء لكل اللي بيحبوها. شكرا لك لويز عبد الكريم الفنانة السورية، كنت معنا عبر الهاتف من باريس.